مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. من فترة لفترة بيشارك أبو فلة ذكرى من ذكريات بداياته على يوتيوب، فشارك مبارحة هذا التعليق اللي كتبه على يوتيوب من فيديوهات يوتيوبر قبل 4 سنوات اللي كان يطلب فيها المساعدة والاشتراك في التعليقات من المتابعين. أيه شوفوا الستوري اللي راح قبل شوي، التعليق هذا أنا كاتبه قبل 4 سنين في اليوتيوب، كنت مش حاطط اللايكات والاشتراكات قبل 4 سنين يا جماعة. من بعد فيديو تحدي صناعة أكبر بيتزا في العالم اللي كان بين مو فلوجز وبيسان وأنس الشايب كأول فيديو مع بعض، واللي أثار الجدل وحقق ما يقارب 4 مليون مشاهدة إلى الآن، فبآخر ستوريهات عرفنا أنهم بيحضروا لفيديوهات جديدة ورح تنزل قريبا. ما رأيكم بفيديوهاتهم مع بعض؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. القلب معنا مولانا بيسان. طبعا حبايبي اليوم التحدي غير عن كل التحديات، في تحدي كثير اجرام حبايبي. اليوم التحدي هو بالفرد. اما رضا الوهابي فلساته بتركيا وعم بيحضر لعودته ليوتيوب، فشارك هالستوريهات من كواليس تصويره لفيديوهاته الجديدة واللي من بينها سلسلة رضا جاي اللي راح ينزلوا قريبا. وين بداية صور اليوم تاني هذه؟ نايدة نار. Let's go. مهم سيارة هنا، موتور هنا، الجو برو هنا، شي حاجة. أما نور ستارز فشاركت مبارحة فيديو كان مع أبو الرب واللي موضوعه تقييم اليوتيوبرز، حيث قيموا مجموعة من اليوتيوبرز وأثاروا الجدل بتصريحاتهم وخاصة تصريحات نور ستارز تحديدا، فتلقت مجموعة من التعليقات من اليوتيوبرز نفسهم. لهلأ 4 يوتيوبرز تواصلوا معي مشان الفيديو، 4. أنا كنت فاكرة إنه الوقت متأخر، بس شكله الموقف كيف يعني لهلأ 4، ما صار له ساعة الفيديو. فالمهم إذا ما شفتوا اسحبوا شوفوا. أنا راح. واللي من بينهم جواني اللي رد على نور من بعد ما قالت إنه تنمر على أختها بنين بمرة من المرات، وشارك هذا الستوري ونفى ذلك وقال إنه ما بيتذكر هالشي. شو رأيكم بالموضوع؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.